انا خلص بستخدم الاوكسيميتر هذا تمي عم يقيس، طلع المريض عندي فوق 90% بفضل نزل له الفايوتو. يعني اذا كان عليه فايوتو 100% ولقيت انا حطيت الاكسجين لقيتها 99% انا مالي بحاجه 99%، انا ممكن انزل شوي 10 5 هيك لحتى اوصل للرقم. اذا كانت بالنسبه لي 91 92 انا بكون مبسوط اكثر ما تكون 100% وانا المريض حاطه على 100%. فلذلك انا ببحث على اقل رقم من الفايوتو يحافظ على اشباع اكثر من 90%. فكرتين اختيارات على ARDS. الفكرة الأولى هي الفلويد مانجمنت. اتفقنا إنه هدول المرضى إن المرضى ما عندهم مشاكل قلبية، معناتها ما عندهم غوز برئية، إذا هدول المرضى ما بيتحسنوا على المدرات. يعني أنا مريض ARDS مثلا بعكس ذاك المريض، مريضه غوز برئية قلبية إذا أعطيته مدر رح يتحسن. المريض هذا إذا أعطيته مدر يفترض إنه ما يتحسن، إذا تحسن معناتها أنا تشخيصي غلط. إذا أنا مثلاً إجر عندي مريض ARDS عضيت أمبولتين لازك ماني عارفان وتحسن المريض، رجعت عدت الصورة لقيت الارتشاحات راحت، هذا ما يتعملين معه مريض ARDS ما بيتحسن بهالسرعة بهائلة ولا بالإدرار. بس قال نحن هدول الأشخاص صح إنه هنين ما عندهم وزن الطريقة قلبية المنشأ، بس مو عندهم مشكلة بالنفوذية بالبيرميبيليتي. فأنا أفضل إنه ما أعطيهم سوائل أكثر من المطلوب. يعني ما إنه مثلاً مريض عضي ARDS والله طيب له يومين مؤكل حاط له 4 سيرومات لجان له يومين مسكين ما اكل، فبتلاقي هيك مسك انه هي اول سيروم على اخره خلاص انه هذا. وفي اشخاص كثير بيلوم نظريه انه السيروم هو يعني المنقذ. فالفكره هي انه احنا هذول المرضى ما حنضرهم بشكل قوي، بس احنا عمليا بنفضل انه ما نعطيهم سوائل بشكل كثير كبير، لانه اذا اعطيناهم سوائل كثير كبير ممكن هي السوائل كمان تنزح شوي منها نتيجه هالخلل بنفوذية الاندوتيليوم. إذا نحن ميالين عند هدول المرضى إنه ما نعطيك سوائل بشكل كثير كبير، بس ما لنا ميالين إنه نعمل إدرار أو ندرهم مثل مريض البطريقة غير منشأي الشيء لازم نعرفه. رقم اثنين الاستبقيات عند هدول المرضى لهم استطباب بمرحلتين، يعني أنا عندي الاستطبابين هن موجودين بآخر سطر بالأحمر Early Severe ARDS و unresolving ARDS. هلا انا بدي لكم شغله كمان متصنفوا البرلين الـ ARDS. انا صح انه ما حقول acute leg injury، بس انا رح اقسمه لثلاث ارانب، من 200 ل 300 حسميهم مايلد، 200 ل 100 حسميهم مودريت، تحت ال 100 حسميه سيفير. هذا الشيء مو مشان الصعوبه، بس التدبير واحد، بس هذا بيتعلق بالانذار. يعني المريض اللي بيكون عنده مثلا بيجي لعند مريض ARDS بيكون بي او تي فايتو تحت ال 100، هذول غالبا نسبه الوفيات بتكون عاليه جدا عندهم. هذول هن اللي بيكونوا سيفير يسموهم ايرلي سيفير اي ار دي اس، هذول ممكن اعطيهم استرويدات بالمرحله الاولى ممكن تساعد شوي بالحدثيه الالتهابيه، او ريسولفينج اي ار دي اس. يعني انا عملت كل الاجراءات اللي عندي وعطيت الصادات و و و حطوا على المنفذ والمريض عندي ما عم يتحسن، فكمان هذا المريض انه انا استطاب لاعطيهم الاسترويدات. في عندي مرحله موجوده، بس هي هذا الشيء هذا انا حطيته مشان تشوفوا شكله، بس هذا الشيء غير متوفر عنا وغير موجود يعني معظم حتى الدول وحتى بالمراكز الكبيره. يعني مثلا السعوديه في عندهم يمكن مركز بيشتغل بهذا الشيء، بريطانيا في عندهم 3 أو 4 مراكز. هذا الجهاز يسموه الاكمو. الاكمو مو الايكو، اكمو. هذا الجهاز اسمه اكسترا كوربران ممبرين اوكسجينيتر. هو مبداه اذا بترجعوا بيشبه مبدا غسيل الكليه اذا صح التعبير، هو طبعا ما هو غسيل كليه، بس هو مبدا انه انا باخذ الدم طالعه برات الجسم بفوته على ما يسمى اوكسجينيتر، مو اكسجين، باكسج الدم وبرجعه. يعني انا بمرحله مرحله اذا كان عندي سيفير اي ار دي اس مثلا بيعطوا لي فلتين تحت المليون، حاطط لي فايوتو 100%، حاطط لي بواوا وحاطط كورتيزون، حاطط كل شيء بدي اياه، بس المريض عندي ما عم يستجيب، ما عم يتحسن. انا بحط هدول المرضى ممكن انشغل ما يسمى الايكمو مؤكسجين خارجي، يعني باخذ الدم برات الجسم باكسجه برجعه للجسم لحتى عمليا بهالمرحله هي ما يصير في عندي اذيات باعضاء الجسم، ما يصير عندي قصور باعضاء الجسم الثانيه، قصور كلوي، قصور دماغ
هزيمه دماغيه بسبب منصب التليفون. يعني انا عمليا في احتمال انه مريض عندي عنده زاتريان، احتمال هي زاتريان خلال يومين ثلاثه انا احسن اعالجها بالسلطات وسيطر عليها، بس احتمال بهاليومين ثلاثه تضرب عندي شيء ثاني. يعني بهاليومين ثلاثه صار عندي مرض كثير شديد، ممكن خلال يومين ثلاثه تضرب عندي اعضاء ثانيه. وكثير اشخاص تسمعهم مش حتكونوا بالصوره، احنا مجتمعات مشدده، دخلوا اي ار دي اس مشاكل على النفسيه، طلعوا بهزيات. يعني صح طاب ذات الطابة، ذات الطابة الحرف، طابة الرب، طابة الإمكان، بس ممكن تلاقوا هذا المريض طالع بإذية عصبية. نحن يعني شفنا حالات سيئة جدا لأشخاص طلع بإذيات عصبية غير عكوسة، يعني حتى تأذوا دماغيا أو تأذي الأعضاء من جسمهم. ويقولوا أخطر اختلاف بيصير عن مرضى الـ ARDS وما يسمى الـ Multi Organ Failure، القصور الأعضاء المتعددة. هذا الشيء منطقي لأن الأكسجين هو الوقود تبع كل الأنسجة. إذا أنا مشكلتي بالـ ARDS مشكلتي أكسجين، فعادة أنا مشكلتي معكم بجزء بس حتكون أكبر مشكلة عندي بالدماغ كونه أكثر عضو حساس لنقصد الصوت. هي هي جهاز التهوية الآلية اللي حكينا عنه وجهاز المنفذ. الجهاز هذا على إذا رحتوا حتى اشتغلتوا وشفتوا بعينات مشددة حتلاقوا مهما رحتوا حتلاقوا الجهاز هو عبارة عن جهاز سهل وبسيط اللي حكينا عنه، مكون من جزئين. الجزء الأول هو الجزء الميكانيكي، يعني هو عبارة عن مثل محرك بده يضخ هواء، هذا هو الجزء يسموه جزء المضخة. والجزء الثاني اللي فوق هو شاشة، من زمان كانت تجي الزرار، هلا صارت أجهزة جديدة تجي بشكل شاشة مثل شاشة الآيباد. واحد بيحط فبتلاقوا على الشاشة هي نفسها أرقام تحت، بتلاقوا تايدال فوليوم، بتلاقوا ريسبيراتوري ريت، بتلاقوا بيب، بتلاقوا فايو تو. نحن بنكبس على كل وحدة منبدل حسب المريض تبعنا. طبعا في شيء علاقه بالانظمه انه نظام اجباري ونظام عفوي، هذا له اهميه بمرحله مثلا انه المريض كل ما يجي لعندي يحطوا على نظام اجباري، يعني هو معتمد على جهاز التنفس بشكل كامل. ممكن بمرحله بعد يومين ثلاثه هذا الشاب اللي عندي عنده ذات رئه وانا عم بعطي صدات بلش يتحسن، ممكن يجي له النظام الاجباري لما يسمى النظام العفوي. ممكن بعد منها بالمرحله اللي بعدها اعمل ما يسمى فيطام عن جهاز التنفس الاصطناعي وما يسمى الاكستوبيشن. عكس الانتوبيشن حط الانبوب، الاكستوبيشن بسحب الانبوب 24 ساعة بخرج المريض على الشعبة. طبعا هذا هو السيناريو الجيد لمريض الARDS انه يدخل المرحلة حطوا جهاز التنفس الاصطناعي. وكمان شفنا عدد كبير من هذول المرضى وغير المرضى بشعروا واحد بالسعادة بشوف مريض الARDS شديد وصار ببيته. هلا الجهاز هذا الثاني شايفينه شي مرة؟ هلا هذا الجهاز اسمه جهاز نون انفيزيف فنتليشن، يعني هو عمليا تهوية آلية بس نون انفيزيف. الفرق بين الانفيزيف والنون انفيزيف يعني انه ما في عندي تبيب رغامي. تبيب الرغامي هو الاجراء بنعتبره انفيزيف، انه احنا دخلنا الانبوب على الرغامة. انا هون عمليا وصلت الجهاز تبعي على ماسك، بس هالماسك مو مثل ماسك الاكسجين اللي كنا عم نحكي عنه. اذا بتشوفوا هذا الماسك إنه جدار سيليكوني من كل الجهات، فبيعمل اطباق كامل على الوجه، بتلاقي في له مربوط بحزام مطاطي شديد من فوق ومن تحت. فهذا الماسك عمليا بيطبق اطباق، بيعمل اطباق كامل على الماسك، بيجي بالكمامه بهالطريقه هي وعامل اطباق كامل، فبصير بيطبق الضغط من جهاز التهويه، عم يفوت الهواء بشكل كامل على الجهاز التنفسي. طبعا من مساوئ هذا الجهاز انه احيانا ممكن يشوف بيعمل تقرحات على الانف وعلى الوش، لدرجه انه هذا بيتطلب انه اعمل ضغط شديد. مهما تطور الماسكات اللي عم يعمل ماسكات جديده وطريه، بس بيتم هذا الجهاز عم يعمل ضغط شديد على الوجه. بس الميزه تبعه كمان اذا بنحكي كمان واحد بيحكي حسناته وسيئاته، انه ما في عندك انبوب رغامي، يعني احتمال امكان اقل مثلا. يعني انه نحن كمان بدنا نحط انبوب عمليا قد نتعرض لاحتمال انه يصير في المريض عنده ذات رئه مكتسبه على التنفس الاصطناعي. هلا المرضى اللي عنده ما يسمى انقطاع التنفس اثناء النوم، المرضى اللي عنده انقطاع التنفس او ستيم ابنيا، بنحط لهم كمان جهاز بيشبه لهذا الجهاز، بس بيجي ما له منفذ ذكيره، بيجي عباره عن جهاز صغير هالقد. وهذا الجهاز بيطبق ضغط، تلاقوا كمان له عيار 4 و5. الضغط عمليا هذا مشان تكون الصوره، هي الاجهزه اسمها اجهزه السيباب، مظبوط؟ السيباب هي اختصار لشو؟
هي continuous positive airway pressure، هي ضغط إيجابي من هذا الزفير، ضغط مستمر، continuous ضغط إيجابي مستمر. عملية من الناحية العملية كمان مشان ما تخلطوا، الضغط الإيجابي من نهاية الزفير والسباب هنا نفس الضغط، نفس الضغط، بس أنا له جسميتين، يعني هذا الزلمة يسمي حاله اسمين، وبيكون على المنفسه يسمي حاله بي، بيكون على الشهاد الصغير يسمي حاله سيتا. فهو عمليا حتى لو قلت لكم مره ماضيه البي نفسه اذا بتحط ايدك على المنفذ قدام المنفسه اذا كانت عم تعطي هواء بتلاقي الضغط تبعها مستمر، ما بتلاقي متقطع، يعني مو نهايه الزفير، لانه سموه نهايه الزفير لانه انا بستفيد منه نهايه الزفير باللحظه اللي بسكر الاسناخ تبعي، فانا سموه ضغط ايجابي نهايه الزفير لانه هو عمليا ضغط مستمر. وانا بتمنى انه يوحدوها التسميتين، لانه كثير في عالم بتربط انه هذا بي وهذا سي بان، هو عمليا نفس الضغط، بس هون عمليا الضغط بيستخدموا عن مرضى النوم اللي يكون في عندهم مشاكل بالناميات او مشاكل بتطبق هذا الجهاز على الوجه والقلب بخليه الطريق التنفسي مفتوح خلال فتره النوم، بيمنع الشهيق، بيمنع حدوث السليب ابنيا اللي حنفرد له غالبا محاضره باخر الفصل السليب ابنيا بشكل عام. هلا تقريبا انا خلصت الشيء المتعلق بالقصور التنفسيه، تصور احنا اعطينا اصعب شيء صراحه هلا مشان ما يخافوا، بس هي عباره عن كلها مبادئ، مبادئ حتى تفيدكم بكل اقسام الصدريه. اذا في عندكم شيء اسئله عندي انا